السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأربعاء 12 جوان 2024 رانا في سوق درعان نسقسي والموالة وعواد السوق قدهلك باش وهل انخفضوا ولا لا؟ إقبال كبير للمواطنين في سوق الدرعان، نشوفوا اسكو كاين البيع والشراء ولا ما كاينش. نبيع الحاجه لا هذا 68 اصحابي 68 هذا ب 68 لو كي وانا ولا يكون حاجه هذا يا ربي ها قدا هذا بقدا 68 خيارات 68 هذا مخرفان ولا نعال؟ خرفان اش يقول لك السوق غالي وما لاش قادرين و 68 في رايك المواطن يقدر يعيد ب 68؟ يعيد ما يقدرش. واحد يخلص 3 ملايين ولا راكد لي راكد وعطيه تبون 1500 كيف تقول لي المواطن ما عندوش هذا اللي راكد طول او عطيه عمي تبون 1500 كيف ما خروف ب 68 100 ما يقدرش يشريه 7 ملايين غير 200 وخير على روحك زوالي يقضي ويعيد يا عيد اللي ما عندوش نعيدو له ها نعاونوه واللي ما عندوش نعاونوه قد عطاو لك 83 في خروف هذا قد عمي حسن عطاو 83 85 هادو من عاج كل كامل نعاج في محطة كرة 67 ايوا خير حاجة مليحة 67 وخير كامل يدير ب 67 هذا عطاولك 77 نزلت البيعات قال لك دوما ب 58 جمله وفي الرادي بقداه 61 ما شاء الله لا ملعب قداه قلتي 75 كلهم مع بعضهم 75 75 وفردوا له 76 و77 نعاج يا باش كرة يا خويا واش حنقول لكم الموالة راه مشعل وشعب وبروفيتاج كبير في السوق اللي مشوا مدي الزملايين 1.5 مليون في الكبش هادوما قال لك ب 12 عطاو لك 12 ولا بايع ب 12 بايع ب 12 هذا ما دوش بين هذا 64 هذا 71 هذوك على بعضهم 62 62 هذا 62 من كبار هذا كذا قلت لي هذا ما دوش 71 71 هذا 64 64 الله يبارك الله يبارك السلام اليوم هادو ما الخرفان قال لك ب 8 وخير يعجبك هادو ما ب 8 السلام عليكم اولا مرحبا بكم في سوق الدرعان ثانيا السوق اي مرتفع جدا خويا احنا مواطنين بسطاء والله ما قدرنا نشري وكبش العيد انا نطلب من الوزير الفلاحه هذا يتدخل في اقرب وقت ولا رئيس الحكومه يتكلم بصراحه يقول للشعب الجزائري قد عندنا الراس الغلمه كيف هذا ما تكفيناش سبحان الله الرئيس الجمهوريه
عمي تبون بصراحه تامه قال لكم عاونوا المواطنين عاونوا الفقراء، احنا ما عندناش القدره الشرائيه. طلعت دوك العام البسيط يدي 3 ملايين والكبش يدي 12 مليون، كيف نشريوه؟ فهمونا وتقولوا الاسعار هي متناوله للجميع، ما كانش منها كل يوم يكذبوا علينا في الاعلام، كبروا الشعب كل لاباس عليه، وحنا فقراء ما قدرناش نشريو كبش لضحيه ربي سبحانه، هذه ربي سبحانه. تعرفوا غير تعلقوا في الفيسبوك او 12 مليون 15 مليون والزوال يهون المضرور، ونطلب من الوزاره الفلاح هذا يدخل اخويا يروح يشوف المواشي يشوف السوق يشوف المواطنين قاعد تبكي قاعده تشكي، ولا قاعدين كل في لاكليم وقاعدين تقولوا الشعب الجزائري لاباس عليه، والشعب الجزائري هذا حتى هو مشارك في الجريمه هذه، ساكت على حقه يا اخي. كيف كبش 15 مليون يطلطش ويدي 3 ملايين وراح يشري كبش ب 10 ملايين، من جاه هو هذا؟ يروح يسلف يروح يسرق، ايوه حتى الغلطه من الشعب، الشعب هو السياده. كي تعطي قيمه الشعب اخويا البلاد هذه تعدل، ما عندوش الشعب قيمه تقعد كيمك والناس كل تبكي يا اخويا.